بشكل تقريبا متوازي. ندوة متخصصة تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة الشباب والثقافة والاتصال حول دور الإعلام في دعم الهوية الحضارية للقدس تكريما لدور المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس والحفاظ على موروثها الديني والحضاري وصيانة وضعها القانوني ودعم صمود سكانها. اليوم يتدارس المشاركون وهم شخصيات إعلامية وأكاديميون متخصصون أدوار الإعلام في إيصال الصوت، صوت العدل، صوت الحرية إلى المجتمع الغربي تحديدا، وقيم القدس ومركزها الحضاري باعتبارها مدينة موحدة، مدينة جامعة للديانات السماوية الثلاث. وطبعا هذه الرمزيات تشعل عنصر الترافع عن أهمية القدس لدى المجتمع الغربي تحديدا، عنصر مهم جدا للإعلام العربي يمكن أن يستثمر هذه الوضعية التي توجد عليها القدس. سعيد جدا أكون موجود بالمغرب، أتعرف على الإعلاميين، أتعرف على كيف بتناولوا قضية فلسطين في إعلامهم. مهم لأننا كفلسطين أنه اسم فلسطين وقضايا فلسطين تنتشر للعالم كله، فمهم انهم هم يكونوا زي عيننا الثانيه في البلد هون اللي يحكوا عن فلسطين ويحكوا عن قصصنا وقضايانا. صراحه عم بتعرف على البلد، عم بتعلم من الناس الموجوده هون، تجربه مهمه لتطوير العلاقات كسواء اعلاميين او سينمائيين او مؤثرين او ناشطين بالسوشيال ميديا، عشان احنا نضلنا متحفزين دائما ننقل رسائلنا الفلسطينيه للعالم برا. فكانت تجربه رهيبه، وان شاء الله انه تضلها قضيتنا دائما يعني اولويه في حياتنا وبشغلنا، نضل ننقلها للناس. جداً سعيدين اليوم بمشاركتنا كوفد فلسطيني بضم العديد من الصحفيين والمؤثرين. عملنا اليوم نشارك بالندوة الدولية اللي تعقد حقيقة على هامش انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب، واللي بتناول قضية غاية في أهمية وهي دور الإعلام في دعم الهوية الحضارية والثقافية لمدينة القدس. يعني فكرة التركيز على هذه القضية بالتوازي مع انعقاد هذا المجلس، مجلس وزراء العرب، هو يعني يسلط الضوء فعليا على قضية القدس بكافة محاورها. وعلى الجانب الآخر يعني كانوا يتحدثون عن الخطط المستقبلية الإعلامية، وسائل الإعلام اللي ستطرح فيما يتعلق بالتركيز على الرسالة الإعلامية التي ستصدر من مدينة القدس وعن القضايا المتعلقة في هذه المدينة. حقيقة مدينة القدس يعني تواجه يعني صراع من ناحية إعلامية بما يتعلق في قضاياها، وهذه هي يعني النقطة الأساسية واللي مهمة بالنسبة لمدينة القدس، هي التركيز إعلاميا على تسليط الضوء على كافة قضاياها، كافة الانتهاكات التي تتعرض لها كمدينة وكذلك كمقدسيين.